اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أيها السادة، القرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود مصطفى عمار القارئ والمقيم بمديرية التحرير مركز بدر بمحافظة البحيرة. أن أتاه الله المولى
إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي إلى
وانظر إلى حمارك وإذ قال إبراهيم رب
أرني كيف تحيي الموتى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن اطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا لهم أجرهم عند
فرجهما عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة عشنا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود مصطفى عمار القارئ والمقيم بمديرية التحرير مركز بدر بمحافظة البحيرة. أما ركبت الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية ومخازن الفراش لصاحبها الحاج وهان الزاني المقيم بمدينة وادي مطروح.